مش ناوية بقى تسأليني السؤال اللي انت جاي عشان تسألي عنه؟ تستغربيش باين في عينيكي. انا بصراحة حسين قال لي، ولما رجعت البيت عملت سيرش قريت الموضوع بنفسي، وبجد مش عارفة اقول لك ايه. ما تقوليش حاجة، كل اللي قريتيه صح. انا اسفة جدا لو كنت فكرت. لا على ايه؟ مش حاجة، لا قدر. هو بس المضحك في الموضوع، واللي اكيد انت ما قريتهوش لما عملتي سيرش، ان سليم ما كانش المفروض يبقى موجود في مكان الحادثه يا جماعه. هو كان حبيبي طالع رحله مع اصحابه، مسافر، بس انا خفت عليه من كتر ما بقرا حوادث والكلام دوت. في ولاد كتير من سنه بيروحوا، قلت له لو سمحت خليك معايا عشان ما توجعش قلب عليه. قلت له عشان ما توجعش قلب عليه. كنتش عارف ان انا اللي بسلمه بايدي لقدره. مكتوب كله مكتوب. هو وحشني، اسمعي كلامي يا سلمان، تبعديش عن اللي بتحبيهم عشان انت مش عارفه اخر مره كنت بتشوفيهم هيكون امتى. تعملي ازاي؟ انا هنا مش باختيار، انا اسف. معلش الكلام خدني، نسيت اسالك تشربي ايه. اهو مظبوط. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.